السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين. هذا البرنامج برنامج مسابقات الديني الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك لتعرف فيه على أحكام شرعنا الحنيف، ولنكون أيضا من الفائزين بإحدى الجوائز المقدمة البنك الإسلامي الفلسطيني. يوم أمس في الحلقة 14 كنا قد طرحنا سؤالا: ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء في البنوك الإسلامية؟ وكان الجواب الصحيح هو جائز، فهو معاملة شرعية قائمة على فتوى صحيحة بإذن الله عز وجل. دعونا نرى وإياكم ونتابع من كان معنا من الفائزين في إجابة هذا السؤال. ألف مبارك للفائزين اللي كانوا اليوم، نسأل الله أن يوفق الجميع لأن يكونوا معنا من الفائزين. لكن على أي حال يمكنكم محاولة مرة وثنتين وثلاث، وأرسلوا حتى تكونوا بإذن الله أحد الفائزين إحدى هذه الجوائز. اليوم راح نحكي عن موضوع مهم، موضوع الظهار، وخصوصا أن كثيرا ما تريدنا السؤال عن هذا الموضوع، وعن ما هي كفارة الظهار، وأنا تكلمت بذلك. شو الظهار في أصله؟ الظهار حقيقة هو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. هذا كان المصطلح استخدموه الجاهلية، يريد أن يحرم زوجته عليه، يعني بدوش يطلقها لكن بده يحرمها عليه حراما كأمه، يعني كحرمة أمه. فقال العلماء: إذا حرمها كحرمة أحد محارمه فنفس القضية. يقول: أنت زي أمي، أنت زي أختي، أنت علي كظهر أمي، أنت بدي عاملك زي أمي زي أختي، ويقصد بذلك تحريمها على نفسه. ففي هذه الحالة لها حكم بنسميه حكم الظهار، وهذا الحكم حقيقة جاء فيه تشديد شديد جدا 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 على أصحابه، لأنه زي ما بنشوف قرأ شوي من يعني الكفارة التي له، هي من أعلى الكفارات التي فرضت على الناس وعلى أخطاء الناس. ليش؟ لأنه هذا الإنسان حقيقة بدنا نعرف أنه لا يجوز حريم على الهوى. أنت مش ربنا اللي تحلل وتحرم. لما ربنا أباح لك هذه الزوجة وهذه أن تتزوجها، أو هي زوجة لك وحليلتك، يمنع لك أن تحرمها عليك. الله هو الذي حرم المحرمات من النساء، الأم والبنت والأخت والعمة والخالة. مش أنت تيجي حضرتك على خاطرك تقول أنت حرمتك زي أمي. من أنت حتى تحرم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ربنا بحذرنا، قل أين المتألح علي؟ لذلك ربنا عز وجل قال في الظهار، قال إيش منكرا من القول وزورا. شو سماه؟ منكرا من القول وزورا. طلع منكر أزور. فتخيلوا هذا القول العظيم والبهتان الذي يقوله بعض الأزواج مستسلين. يعني لفظ الطلاق قد يكون أسهل من الناحية أحيانا من الناحية الشرعية، وإن كان هو أصعب من الناحية الأسرية، لأنه الظهار له كفارة، لكن الطلاق قد يصل إلى 3 طلقات وتبين منه. لكن على أي حال، إذا هذا الجرم الكبير في الظهار بحاجة إلى عقوبة كبيرة وإلى كفارة كبيرة. في ذلك الله عز وجل ماذا قال؟ اسمعوا الآيات. قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، بدهم يرجعوا عن هذا الموضوع. قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، بده يحرر عبد. فذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد لمالك رقبة، زي أيام ما في رقاب، قال: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. فمن لم يجد، حط لي خط تحتاي، فمن لم يجد فإطعامه 60 مسكينة. يعني الترتيب، رقب فش فبدي يصوم شهرين، اللي من لم يستطع، فمن لم يستطع آسف اللي بنحط خط تحتاي، فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينة. فإذا الذي لا يستطيع الصيام بده يصوم، بده يطعم 60 مسكين. البعض الناس يعني بده يعرف انه بده صوم شهرين متتابعين، يعني صوم شهرين متتابعين، افطر في خلال الشهرين المتتابعين، بده يعيد من اول، بده يبدا الاعداد من اول، الا في حالات اذا كان الافطار لضروره صحيه او ضروره شرعيه. يعني واحد والله مرض كبير في
أثناء الشهرين بفطر وبرجع بكمل وين وصل، صمت 20 بدي أكمل للستين. أو مثلا جاء ضرورة شرعية يحرم الصيام يوم العيد، بده يفطر يوم العيد وبعد العيد برجع بكمل، إجي علي عيد الأضحى بفطر عيد الأضحى وثلاث أيام التشريق، ثم أنا كنت مثلا صايم 25 يوم قبل عيد الأضحى بدي أصوم بعدها كمان أكمل على 60، بدي أصوم كمان 35 يوم بعد عيد الأضحى. إجي علي دخل رمضان بوقف صيام رمضان ما بزبط، أحسبه الآن مع الظهار، أنا صمت والله قبل رمضان شهر من كفارة الظهار، ثم جاء رمضان بصوم رمضان، ثم بعد العيد اللي بعد رمضان بعده برجع بكمل كمان 30 يوم عشان أكمل الشهرين، فهيك بدي أصوم حوالي 30 يوم وراء بعض. إذا الموضوع ليس بسيطا، ما بصير يقول والله أنا مش قادر، أنا بقدرش أصوم، بدي أطلع كفارة أطعم 60 مسكين، هذا لا يقبل، لا يقبل إطلاقا. المطلوب هو أنه فعلا عدم القدرة لمرض مثلا حقيقي، لكن والله أنا بتعب ما بزبط، زي ما أنت كنت شاطر وعامل زلمة بدك تقول أنت عليك ظهر أمي، بدك تتحمل هذه الفتوى وهذه الكفارة من الله سبحانه وتعالى التي فرضها علينا من قبل أن يتماس. ممنوع أنك تتقرب على زوجتك حتى تكفر مثل هذه الكفارة، بدنا ندير بالنا ونحافظ على ألسنتنا ولا نقول ولا نتألى على الله سبحانه وتعالى. خلينا نطرح ونتعرف على السؤال اليوم اللي إجابته من ضمن الحكي اللي حكيته، بقول ما الحكم إذا جاء عيد الأضحى أثناء صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهر؟ أنا صايم لكفارة الظهار، إجا عيد الأضحى وأنا مش مخلص، شو ممكن أعمل؟ الخيار الأول يجوز صيام العيد استثناء لإكمال صيام الشهرين، صوم العيد. اثنين قال لا، يفطر أيام العيد ويكمل بعده صيام الشهرين ولا يبدأ من جديد، يعني أنا وصلت لمرحلة بكمل اللي أنا كنت موصله. رقم ثلاث يفطر أيام العيد ويبدأ بصيام الشهرين من جديد، يعني بده يبدأ من جديد ولا يحسب صيامه قبل العيد. أي هذه الخيارات الخيار الصحيح؟ أرسلوا الإجابة إلى الرابط الذي يظهر عندكم لتكونوا أحد الفائزين بإذن الله سبحانه وتعالى بإحدى الجوائز المقدمة بنك الإسلامي الفلسطيني. ولا أنا ألقاكم مع حلقة جديدة، أستودعكم الله، في أمان الله.